حد معايا شباب؟ طيب، الموضوع بتاعنا النهارده ان شاء الله هيكون عن الليزرز، والليزر هي اكرونيم ل لايت امبليفيكيشن باي ستيميوليتد ايميشن اوف راديشن. ده احنا يعني خدنا التسميه دي في الثانوي، وعشان كده هي بتعتبر يعني حتى الكلمه من ترجمه العربي من ترجمه الليزر، لان هي it is not a word in its own يعني. طيب، لو في عندنا اللي عندنا كلمتين اتنين مهمين جدا هما، اللي هو الامبليفيكيشن بروسيس وستيمولييتد ايميشن. ستيمولييتد ايميشن تو تيرمز، يعني التو تيرمز دول يعتبروا تو ريكويرمنتس هنشوفهم في الليزر عشان تو جيت ليزر اكشن. عموما لو الامبليفيكيشن ده بيتم في المايكروويف ريجون، فبدل كلمه ال بدل حرف ال ده هناخد ميزر بقى، هناخد مايكروويف امبليفيكيشن باي ستيميوليتد ايميشن اوف راديشن. وفي الحاله دي هنتكلم على الميزرز. واضح ان في ما خدنا احنا الالكترو ماجنتيك ريجونز، شفنا ان اللايت ريجون لها هاير انرجي، هاير فوتون انرجي عن المايكروويف، ولذلك في الليزرز ويل هاف هاير فوتون انرجي كومبيرد ويز ميزرز. اوكي، زي ما احنا قلنا دلوقتي عندنا تو تيرمز مهمين جدا هما، واحد منهم اللي هو الستيميوليتد ايميشن والامبليفيكيشن اوف لايت. لو احنا عندنا سيستم فيه تو انرجي ليفلز، اللي هو تراديشنال يعني، ده لور انرجي ليفل وده هاير انرجي ليفل. وهفترض ان في عندي هنا الاتومز او الايونز او المولكولز او whatever، عاده بتبقى اوكيباينج اللور انرجي ليفل اللي هو موجود بالصوره دي، بتبقى اوكيباينج اللور انرجي ليفل. اوكي، ده الوضع الطبيعي ان هو يكون عندي لور انرجي ستيت اللي هو اعتبرها اي نود، بيسموها الجراوند ستيت يعني الحاله الارضيه، وعندي ده اللي هو الهاير انرجي ستيت اللي هو الاي 1 ستيت هاير انرجي. اوكي، اذا في فوتون سقط على السيستم ده هيعمل اكسايتيشن من اللور انرجي للهاير انرجي، وفي الحاله دي الفوتون ويل بي ابزوربد، هيمتص يبقى اتش نيو. اذا سقط على هذا السيستم هيعمل اكسايتيشن لاتوم او ايون او مولكول من هنا الى هنا، والفوتون ويل بي ابزوربد، وبناء عليه الاوبزرفر هنا لو في حد بيبص على الكلام ده كله هو النوت سي فوتونز، على اساس ان الفوتون هنا ابزوربد في هذه الحاله، يبقى ذير ويل بي نو فوتونز. بيحصل بقى لو عندي العكس، لو عندي اللي هو الهاير انرجي ستيت كونتيننج مور اتومز او مولكولز او ايونز كومبيرد وذ جراوند ستيت، فاذا في فوتون سقط على السيستم ده بيعمل ده سو كولد ستيمولييتد ايميشن، انبعاث بالحس، هيحس ذره من فوق من دول انها تنزل تحت. فطبعا الفوتون الاصلي لا يمتص في هذه الحاله، هو جاست عمل ستيمولييتد ايميشن، فهو الفوتون الاصلي بيطلع والذره اللي نزلت من فوق لتحت دي هتعمل ايميشن الفوتون ايضا. يبقى عندي هنا تو فوتون، ماشيين في السيستم، كل واحده منهم هتحس ذره انها تنزل لاقل طاقه، وبناء الاثنين دول هيبقى اربعه والاربعه وثمانيه وهكذا. فهو ده بالظبط اللي حصل لنا الليزر اكشن في هذه الحاله. هو بس في حاجه مهمه جدا هنا، ان ده الوضع اللي احنا بنسميه بالمناسبه بوبوليشن انفيرشن او انعكاس تعداد. الوضع اللي هو اللي قدامي ده اتس كولد بوبوليشن انفيرشن، انعكاس تعداد. يبقى في عندي البوبوليشن انفيرشن ده ريكويرمنت رقم واحد، لما انت عندك او هتاخد بقى ان شاء الله بعد ما يبقى عندك الترم نظام الترم يعني، في عندك كورس ريكويرمنت في بوبوليشن انفيرشن. الحاجه الثانيه اللي هو الاستيميوليتد ايميشن اللي هو مبني عليه بقى، اللي هو الاستيميوليتد ايميشن، يبقى الريكويرمنت الثاني اللي هو الاستيميوليتد ايميشن. اوكي، فدلوقتي السيستم اللي هو عندي ده برضك ده يعني وصف يعني مبسط جدا. ليه بقى؟ لان لو كان عندي تو انرجي ليفلز وبعمل اكسايتيشن للهاير انرجي ليفل، يو ويل نيفر جيت مور ذان 50% من الاكسايتد اتومز او مولكولز في الحاله دي،
يبقى هيبقى في ديستريبيوشن هنا 50% وهنا 50%، يعني you will not get population inversion. امال ايه الحل بقى؟ ان يكون عندك you have minimum 3 energy levels، بمعنى ان يكون عندك هنا الاي نوت اهو، ده الاي نوت اللي هو الحاله الارضيه، يعني الحاله الاقل طاقه غير المصهره يعني، وفي انرجي ليفل 1 وانرجي ليفل 2، ده بالظبط جاي حاجه زي كده. فده اللي هو الاي 1 انرجي ليفل انترميديت يعني، وده انرجي ليفل اي 2. فبيحصل اكسايتيشن من الجراوند ستيت الى الاي 2 الوضع الطبيعي بقى، والاي 2 will give its energy to الاي 1، يعني بالظبط هيحصل دي اكتيفيشن للستيت او الاتوم اللي عندك دي او المولكولز للانرجي ليفل ده، فالمولكولز will accumulate في الاي 1، يعني لازم يكون في مستوى طاقه وسيط في هذا الموضوع، مش هيبقى دايركت اكوليبرام بين الاي نوت وبين الاي 1، لا لازم يكون في مستوى وسيط هنا في الحاله دي اللي هو خدناه احنا اللي هو الاي 2. فيبقى في عندنا population inversion اللي احنا شفناها اول، والpopulation inversion ده هو هيعمل فعلا stimulated emission، وبص لها في الليزر اكشن جاي بهذه الصوره. يبقى احنا هنقول بقى ده اللي هو الايه الpopulation inversion موجود هنا، وده الليزر هتبقى من الليفل ده بين الليزر. طبعا على اساس ان ده very large number من الفوتونز بيكون موجود. من الحاجات الطريفه في هذا الموضوع ان الراجل اللي اخترع الشطرنج، فالسلطان بتاع الهند ده عاوز يكافئه، فقال له عاوز اكافئك بيه يعني، قال له والله الرقعه بتاع الشطرنج دي حط لي في اول يعني مربع يعني حبيت قمح واحده، في الثاني حط اثنين، في الثالث حط اربعه، لغايه بقى 64 مربع دول لا القمح بتاع الهند ده مش هيقضي. فده بالظبط ده الموضوع ده، يعني لما يكون في عندك population inversion وكل واحدة طلع اثنين واثنين طلع اربعة وهكذا، ففعلا بيطلع very large number of photons اللي احنا بالظبط اللي هو الليزر اللي احنا بنستخدمها في هذه الحالة. اوكي. يبقى احنا دلوقتي لو انا جبت لك statement يعني وقلت لك مثلا ليزر can be generated from two energy level systems، يبقى ده false statement. You need at least three. At least three. بالمناسبة الثلاثة دول اللي هم الروبي ليزر اللي هو كمثال عليهم، يعني الروبي ليزر ده مثال على الثري انرجي ليفل سيستم اللي احنا بنتكلم عليه ده. الروبي ليزر بالمناسبة اللي هو ليزر الياقوت، عشان انتوا بتستخدم عندكم كتير في الميديسين يعني في الدنتسري، عبارة عن كروميوم ايونز، كروميوم ايونز منتشرة في وسط من الالومنيوم اوكسايد، كروميوم ايونز اهي، ونشرنا على فيه Al2O3 ده الميديوم اللي موجوده فيه. فاحنا بنسمي ده اللي هو الروبي Al2O3 اللي هو بالظبط. بنحل بعض الايونز بتاع الالومنيوم بايونز من الكروميوم، والكروميوم ده هو اللي هو الاكتيف، يعني هو ده اللي بيطلع لنا الليزر اكشن من نرجع بالالومنيوم والكلام ده كله. هو الالومنيوم جاست ميديوم يعني، انما الكروميوم ايونز هي بالظبط اللي بتعمل الاكشن ده، وهي 3 energy level system بهذه الصورة. طب لو كان هي 3 energy level system زي ده، واضح ان لما يحصل laser action هتنزل المجموعة اللي فوق دي للground state، فالpopulation inversion هيتدمر. فمحتاجين عشان نحصل laser action يكون في period تانية ويتم population inversion هنا، وبعدين يتم laser action. وعشان كده الليزر اللي بتبقى طالع في هذه الحالة، لو انا خدت هنا الطايم، لو انا خدت هنا الطايم فالتايم هنقول لو انا خدت هنا التايم اهو، وهنا الانتنسي بتاع الليزر اللي طالعه الانتنسي، فهتلاقي الليزر بالظبط طالعه في صوره بلسز يعني، فيه وعشان كده بيسموها بلسد ليزر. الليزر اهي هتطلع هنا بهذه الصوره، يعني هنقول مثلا حاجه زي كده ليزر اكشن ويتوقف فجأة، وبعدين ليزر اكشن تاني ويبقى هنا يتوقف الليزر اكشن فترة لغاية ما يداني البوبوليشن انفيرشن. وعشان كده ده نوع من الليزر مهم جدا اللي هو بيسميه بلسد ليزر، ليزر نبضات،
ولذا النبضات دي بتطلع بلس جاينت بلس، يعني بلس كده ايه فيها انرجي عاليه جدا، وعشان بتبقى مهمه جدا جدا في الابليشن والحاجات اللي هو ايه، لو انت بتعمل ريموفنج لحاجه معينه من الاسنان بيبقى البلسد ليزر دي هي دي المهمه جدا في هذا الموضوع. يبقى اذا ده اللي اسمها بلسد ليزر. يبقى انا يبقى الوقت الكاركترستكس بتاعت اللي هو الروبي ليزر اللي قدامي دي ان هي 3 انرجي ليفل سيستم، وهي ايضا بلسد ليزر، وتعرف بلسد على اساس ان ايه يكون في نبضات موجوده بهذه الصوره. اوكي طيب، لو احنا قلنا بقى مثلا الليزر بقى اكشن، يعني السيل نفسها اللي هو بنطلع منها الليزر دي، اول حاجه هيكون في عندي ميديوم اهو وسط. الوسط ده زي ما اتفقنا مثلا الهيليوم نيون ده سوليد، هناخد بعد شويه مثلا الهيليوم نيون ليزر ده جاز، وفي الضاي ليزر ليكويد، فده هو تيفر الميديوم اللي عندك، وبعمل له اكسيتيشن. ممكن الاكسيتيشن ده يكون يوزنج انذر ليزر سورس، ممكن يكون يوزنج لايت، بنعمل يعني لمبه حلزونيه كده حوالين السيستم زي اللمبه بتاع الفلوريسنت اللي قدامك دي، او بعمل الكتريكال ديسشارج تفريغ كهربي وات ايفر يعني. فاحنا عندنا اكسيتيشن سورس موجود، وده الميديوم اللي عندنا. وبعدين في تو ميرور زي ما انت خدت في الثانوي، واحد منهم توتال ريفلكتنج والتاني بارشال ريفلكتنج، عاكسه جزئيا. يبقى دي عاكسه كليا، المرايه اللي على الشمال دي، ودي انا عاكسه جزئيا. اول ما يحصل ليزر اكشن، اول حاجه خالص بيحصل ان في فوتون يطلع من العينه، بيطلع بقى في جميع الاتجاهات، وعشان كده بسميه سبونتينوس ايميشن. سبونتينوس اللي هو نوع من الانبعاث التلقائي، بيطلع في اي منطقه اي واي اتجاه، بس اللي هيطلع بالصوره دي الفوتون اللي هينزل بالصوره دي هيبقى ريفلكتد تاني في الميديوم and it will keep traveling back and forth، يعني مسافر بقى في السيستم ذهابا وايابا، وفي جزء منه بالظبط اهو اللي هو يحصل له ليكج اللي هو يطلع بره، هو ده الليزر اللي احنا بنستخدمه. بس في السيستم بتاعك بيكون انت يعني keeping it alive عن طريق اللي هو الريفليكشن اللي موجود اللي قدامك ده. طيب واضح ان لو في فوتون هبط على الميرور دي اوف اكسس، يعني مش على نفس المحور بتاع السيستم ده، it will be reflected away، هيبقى هنا في الحاله دي reflected away، يبقى مش هيسافر معانا بعد كده. انما اللي هو المجموعه اللي هي will keep traveling يعني back and forth اللي هو الايه المجموعه دي. وعشان كده الليزر بيم ده بيكون بارلل لبعضه، ودي من مميزات الليزر اللي انت بتشوفها، لان لو في عندك القانون اللي انت خدته في الفيزيكس اللي هو الانتنسي بتاع اللايت بتتناسب عكسي مع مربع المسافه، ده بتنطبق على التراديشنال سورس اللي هو فيها دايفرجنس، يعني سورس اهو ومطلع فوتونز في جميع الاتجاهات. اوكي ده فعلا اللي انطبق عليه بقى القانون بتاع التربيع العكسي اللي احنا قلنا عليه ده. انما لو كان هي بارل بيم، بارل بيم كده زي ده، فالبارل بيم ده واضح ان لو خدت هنا 1 سنتيمتر سكوير، هنا خدت 1 سنتيمتر سكوير، هنا هيكون زي 1 سنتيمتر سكوير هنا، فعشان كده الانتنسي ما بتتغيرش، وده سبب انها كان ترافل يعني في مسافات طويله. وفي نفس الوقت انت هنشوف دلوقتي بعض التطبيقات المبنيه على الموضوع ده بالذات اللي هو الباراليزم دي. يبقى اذا من ضمن الخصائص بتاعه الليزر اللي هو الباراليزم اللي هو التوازي، ودي حاجه هنشوفها في تطبيقات مهمه جدا. لان انت بتعمل دريلنج الحاجه في الاسنان مثلا بيكون يعني تاين سبوت اللي انت بتعمل دريلنج فيها دي ما بيبقاش كده، او في الاي ريتنا عاوزين انفصال شبكيه مش هندمر بعين الراجل ببيم زي ده، يعني ده واضح ان هو كده لو جه على العين كلها يغطيها هيدمر الشبكيه كلها. انما هنا بقى فيري تاين سبوت في يعني حوالي 10 سالب 3 من المليمتر. اوكي فطبعا دي ما بتاثرش في السايت اللي هو النظر بتاع العين اللي هنشوفه فيما بعد. اوكي يبقى احنا دلوقتي بقى يو هاف تو تايبس اوف ايميشن، واحد منهم اللي هو السبونتينوس ايميشن اللي هو ده، وفي واحد اللي هو الاستيميوليتد ايميشن بقى بالايه بسبب الترافلنج بتاع الفوتونز باك اند فورث في السيستم العادي. الحاجه الثانيه المهمه ان الفوتون اللي هو ريفلكتد، لو في فوتون جاي ترافلنج كده زي ده كده وبعدين ريفلكتد، هيعملوا تداخل مع بعض، فالتداخل ده لازم يكون ان فيز،
ما يكونش اوت اوف فيز، لان لو كان اوت اوف فيز كل واحد منهم هيلغي الانتنسيتي بتاع التاني يعني بالظبط كده. واللي فوتون الاخر ايضا ماشي مع ان فيز، ان فيز، فكونوا ان فيز بيحصل تداخل بنائي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. التداخل البنائي ده الامبليتود هنا بالبوزيتيف وده بالبوزيتيف، الاثنين بنجمعوا مع بعض وبناء عليه بتدي ده اللي هو بسميها كوهيرنس بقى. الظاهره دي بسميها كوهيرنس، كوهيرنس ار ترافلنج ان فيز. يبقى في عندي ظاهره الكوهيرنس، كوهيرنس على اساس ان هو بتبقى ترافلنج ان فيز. اوكي كوهيرنس. الحاجه الثالثه ان هو لما يكون في تداخل بنائي بيكون في هاي انتنسيتي، فعشان كده هيكون في عندي بريليانس اللي هو السطوع، انت بتشوف الشعاع بتاع الليزر فيري فيري برايت مش كده، فبيسميها البريليانس. بريليانس بيبقى عند حاجه زي كده. ده بسبب التداخل برضك اللي هو الايه البنائي اللي احنا قلنا عليه. ده بيجي ازاي بقى؟ بيجي ان الديستنس بين التو ميرورز دول، الديستنس بين التو ميرورز اللي هي الميرور دي والميرور دي اللي هو دي، الديستنس دي هتساوي عدد صحيح، يبقى الديستنس دي هتساوي عدد صحيح من انصاف الاطوال الموجيه عشان يحصل تداخل بنائي ده، ما يكونش فيه شيفت في الفيز يعني. ان لامدا على 2 حيث ان ده رقم صحيح، ويبقى عندنا ده الكونديشن عشان اشوف فعلا اللي هو الكونستراكتيف انترفيرنس اللي قدامي واحصل على الكوهيرنس اللي احنا بنتكلم عليه في هذه الحاله. يبقى اذا الخصائص بتاع الليزر كده. الخاصيه بقى اللي هي المهمه جدا الاخرى، ان انت لو ما جينا نشوف اللي هو الروبي ليزر، كان في عندك ده الجراوند ستيت وده الليفل اللي هو E2 اللي هو الانترميديت، والاي 1 اللي هيتم الهبوط منه. يبقى انت عندك هنا اي نوت، اي نوت، وعندي هنا اي 2 او اي 2، وعندي هنا اي 1 اللي هو اي 1. اوكي يبقى في عندنا في الحاله دي الاكسيتيشن قلنا هيتم هنا، وده هيعطي الانرجي بتاعتي للليفل ده، فيحصل فيه بوبليشن انفيرشن، ومن ده بقى يتم الليزر اكشن اللي احنا اتفقنا عليه كده. اذا الليزر اكشن بيتم مهبوط من هنا لهنا، ودي ديفينيت انرجي يعني الديفرنس في الانرجي هنا محدد لجميع الفوتونز. فلما يكون عندي الانرجي محدده لجميع الفوتونز وانا عندي الانرجي بتساوي اتش سي على لامدا، بتساوي اتش في سي على لامدا، انا عندي سي اللي هو السبيد اوف لايت كونستنت طبعا، واتش بلانكس كونستنت، يبقى انا عندي ويف لينث كونستنت ثابت اللي هو ده. فده الظاهره بسميها المونوكروماتيستي او احاديه الطول الموجي. وده طبعا موضوع مهم جدا اللي هو ده الويف، طالما الانرجي متحده يبقى الويف لينث ده متحد. وبناء عليه الخاصيه رقم 4 بقى اللي هو المونوكروماتيستي، يبقى في عندي الباراليزم، كوهيرنس، بريليانس اند مونوكروماتيستي. ده اللي هو الاربع خصائص الاساسيه بتاعت الليزر اللي ما فيش سورس تاني بعوضهم. يعني القرن اللي فات ده يعني ايه، كان القرن بتاع الليزر والكوانتم ميكانيكس، يعني دول الحاجات اللي كده، طبعا الى جانب بقى بعض الحاجات في الجينيتك انجينيرنج والكلام ده كله. بس مبدئيا التو يعني اوت كمز من القرن اللي فات كله اللي هو الليزرز والكوانتم ميكانيكس، ده يعتبر اوت كم رئيسي يعني. طيب احنا عندنا بقى دلوقتي البروبرتيز زي المونوكروماتيستي، دايركشناليتي او الباراليزم التوازي، والكوهيرنس اللي هو كلهم ماشيين الفوتونز ار ان فيز بروبجيت ان فيز، والبرايتنس على اساس ان انت عندك هنا ايه، او البريليانس ده على اساس ان الانتنسي بتاعتها بتكون ايه عاليه في هذه الحاله. يبقى في فرق بين الليزر بروبرتيز اللي هي دي، مش اللي انا بسالك في حاجه زي كده، والليزر ريكوايرمنتس. التو ريكوايرمنتس اللي هو حاجتين اتنين اللي هو بوبيليشن فيرجن لازم يتم، والسيموليتد ايميشن مبني عليه، يبقى دي تو بيسموه ذا تو ليزر ريكوايرمنتس في هذه الحاله. ده واضح لانه بوري لك هنا البامب بتاع الروبي ليزر اهو، اللي هو هنا رود اهو من الروبي، وعامل التيم ويرز اللي احنا اتفقنا عليهم، وده الفلاش لامب عين عشان تعمل اكسيتيشن، وهنا الاوت بوت ليزر اللي احنا بنتكلم عليه قدامنا في هذه الحاله. وده طبعا بحق ان يكون في باراليزم موجود في الموضوع اللي عندي.
طبعا كل ده يعني شرح للكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. طيب مبدئيا في عدد كبير بقى من الـ تايبز اوف ليزرز مستخدم عندكم بكثره، وفي مجموعه مهمه جدا في الانفراريد ريجن، الاي ار ريجن اللي احنا اتفقنا عليها المره اللي فاتت. الاي ار ريجن، الاي ار ريجن ليه بقى؟ زي ما احنا نشوف الهيدروكسيل الابيتايت اللي احنا قلنا عليه ده بيمتص كويس جدا في الاي ار، فبناء عليه لو انت عاوز بقى تعمل دريلينج، عاوز تعمل تعامل معاه، فيبقى عندك يو نيد انفراريد ليزر. فمبدئيا في مجموعه من الاليمنتس، هم 17 اليمنت بيسموهم الرير ايرث اليمنتس. رير ايرث اليمنتس، الرير ايرث اليمنتس دي بقى فيهم ايه؟ هتلاقي عندك اللي هو فيهم الاف، يعني هتلاقي عندك فيه 4 اف، يعني بالضبط هنقول مثلا حاجه زي كده. في عندنا الفور اف لو انت بتعمل ملء للمدارات، يعني 4 اف، وبعدين 5 دي و6 اس. ده اللي هو التوزيع الالكتروني بتاع المجموعه دي. الاف دي يعني هي اللي فيها كل الشغل ده، اللي بقى اللي هو فيه الاكسيتيشن من اللي هو اوربيتال معين. طبعا ده اوربت، الاف ده بنسميه اوربت او سب شيل. فالاوربيتالز اللي فيه هي بيحصل انتقالات بينها وتدي لك الايميشن اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه ده. فالفوتون ايميشن اللي هو جاي من الاف ده بيبقى شيلدد بيه الاوتر شيلز دي اللي هو المقدرات اللي هي الخارجيه دي، وده بيبقى في الانر، لان شوف 4 ده الشيل رقم 4، انما ده رقم 5 في دي و6 اس في برضك، ده شيل تاني اهو، فعاملين شيلدنج ده. فعشان كده ده مواد ايديال ايديال في الليزر اكشن، بالذات في المنطقه بتاعه الاي ار. ومن الاليمنتس اللي موجوده هتلاقي النيوديميوم، ده من ضمن الحاجات، اليوروبيوم، جادولينيوم، هولميوم، يتريوم، يعني في هولميوم وده انواع فيري فيموس من الليزر. فدي اربيوم، وبعدين يتريوم، الومنيوم، جاريوم، ده الميديوم بتاعك، ده الوسط. فعشان كده الوسط ده ما يمنيش في حاجه دلوقتي، ساعات ياخدوا حتى جلاس، ياخدوا زي ما احنا خدنا الالومنيوم اوكسايد، ده ميديوم، جاست ميديوم يعني. انما الاكتف ايون اللي هو الاربيوم ايون ده، فالاربيوم ايون ده من ضمن الايه الحاجات اللي هي الايه موجوده من ضمن الاليمنتس اللي احنا بنتكلم عليها دي. ففي مجموعه هتلاقي تسمع كتير قوي عن الانواع دي من الليزر، يعني انواع فيري فيري امبورتنت في الابلكيشنز عندك، وهي بتعطي اصلا في الاي ار ريجون بالذات. يعني نوديميوم ياج، نوديميوم ياج دي مشهوره جدا عندك هنا، وفي انواع بقى مختلفه، اربيوم ياج ليزر وهكذا. وده احنا قلنا اللي هو ايه، عشان التوزيع الالكتروني بتاعهم بيبقى شيلدنج ليه الاف اوربيتال بهذه الصوره. اوكي طبعا ده يعني الانواع المستخدمه عندكم هيان في، عشان الاي ار زي ما نشوف دلوقتي ماتشد مع الابزورشن بتاع التيث انيمال، بالذات البايو انيمال اللي هو موجود عندك في الشغل بتاعك، فيها مجموعه الفوسفيت بتمتص كويس قوي في الاي ار ريجون، فعشان كده ده بتستفيد من الفوتونز اللي ساقطه في الاي ار يعني. طب هنا برضه دي انواع بقى مختلفه، يعني كل الانواع اللي انت بتشوفها دي كل دي انواع مختلفه من الليزر، وبيجمعها اللي هي كده. فيه نوع من الليزر هنا مهم قوي اللي هو البوتاسيوم تيتانايل فوسفيت اللي هو الكي تي بي. الكي تي بي تعطي في عند الويف لينس ده، لاحظ ان ده في الفيزيبل بقى، ده في الفيزيبل، دخلنا في الفيزيبل اهو، وده بيمتص بالاوكسي هيموجلوبين في السيستمز الموجوده عندك، وعشان كده هيبقى التعامل فيها مع التيشوز اللي موجوده، وهنشوف احنا برضك حاجات زي كده في ما نيجي نتكلم على التطبيقات يعني. فده نوع من الليزر. طب في نوع بقى اخر مهم جدا اللي هو الجاس ليزرز. جاس ليزرز، الجاس ليزرز بالمناسبه زي ما هنشوف دلوقتي فيها من ضمنها الكربون دايوكسيد ليزر، اللي هو بتعمل بيه كاتنج للتيشوز
يعني في السيرجري والحاجات دي بدون بليدنج، بدون ما اعمل نزيف. يعني هنشوف عن حاجات زي كده، لان هي بتمتص جيدا جيدا بالتيشوز اللي موجوده عندك. فبناء عليه ما بتعملش بليدنج بعد كده، ودي من ضمن الحاجات اللي هي مهمه مبدئيا. يعني الجاس ليزر ده نوع او فاميلي من الليزرز مهمه جدا. فعندنا الهيليوم نيون ليزر. الهيليوم نيون ليزر ده بتتكون من هيليوم زي ما الاسم بتاعها، هو هيليوم ونيون بنسبة 10 إلى 1، 10 إلى 1، ده الهيليوم نيون ليزر. ففي الهيليوم نيون ليزر اللي هي عندنا ما انا قلت لك بنسبة 10 إلى 1، يعني الدوميننت عندي اللي هو يكون الهيليوم، وبعدين اللي بعده اللي هو النيون. النيون طبعا فيه 10 إلكترونز، النيون ده فيه 10 إلكترونز، فالتوزيع الإلكتروني بتاعه يبقى 1s2 2s2 2b6n، اللي هو التوزيع الإلكتروني بتاع الجراوند ستيت يعني. طيب لو فرض إن هو عاوزين الليفل اللي بعده في الطاقة، يعني ناخده اللي بقى هنا أحسن، الهيليوم 1s2 اللي هو الجراوند ستيت، الاكسايد ستيت بتاعته هاخد 1 الكترون اوديه في من 1 اس اوديه فين؟ في 2 اس. يبقى ده اللي هو الاكسايد ستيت بتاعته. اوكي نيجي بقى للنيون، فيه 10، فعندك 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6. فعشان ال 1 اس 2 2 اس 2 دول في الانر شيلز، يعني مش ما يشلزمونا، فعشان كده هنركز يعني على 2 بي 6. طيب لو انا قلت لك ان في عندي بدل النيون ده فيه 10 عندي 11 الكترون زي الصوديوم مثلا، هيروح فين؟ هيروح في 3 اس ده بالتوزيع الالكتروني. فعشان كده اعتبر ده الليفل اللي هو بعده في الطاقه. طب لو في اكتر من كده هيروح لل 3 بي، لو في اكتر من كده هيروح لل 4 اس. فكل دول الانرجي ليفلز الموجوده في النيون اللي هو الجراوند ستيت، ودول اللي هو الفيرست اكسايتد 3 ليفلز الموجودين. فلو في عندي ميكسر من الاثنين دول بيكون عندي الانرجي دياجرام اللي عندك ده، ده الهيليوم اللي هو البصار هو مينلي الكونستيتوانت الرئيسي. فيعمل انتقال الطاقه للنيون، مش انتقل بقى النيون في المستوى ده، لا ده هو يدي طاقته للنيون ترفعه للمستوى ده. عشان كاتب لك انا هنا ايه اللي هو الانرجي ترانسفير للمستوى ده على طول، يعني ليس انتقال الكتروني ولا اي حاجه خالص، ومجرد ان انت هتدي الطاقه بتاع ده للنيون اللي موجود في الجراوند ستيت ينتقل لاعلى حاجه قريبه منه اللي هو يعتبر ايه اللي هو 2 بي 5 4 اس 1. طيب يبقى اذا في هنا النيون اللي هو هيبقى اكسايتد، النيون اتومز اللي هي اكسايتد ذن. اوكي اي نيون اتوم بتبقى موجوده في هنا هتبدا تدي، لو نزلت هنا المستوى ده يعني، فده بمنتهى السرعه بيرجع للجراوند ستيت بسرعه كده بسرعه كده. ومكتب لك انا الويجلي لاين ده معناه ان هو مفيش فوتون بيطلع، فده بينتقل بسرعه جدا ل اللي هو الايه اللوست انرجي اللي موجود عندي في الحاله دي، وده فيري فاست. فاذا في بوبيوليشن انفيرشن بين التو ليفلز الموجودين دول، الاثنين دول فيهم بوبيوليشن انفيرشن، نحكي استعداد هنا من ده وده، وبناء عليه ليزر اكشن بيطلع هنا، وده الريد لايت اللي انت بتشوفه قدامك فيه الهيليوم نيون ليزر. فده سميه فور انرجي ليفل سيستم، اربع مستويات طاقه، ادي واحد اهو، ده اثنين، اوكي ده ثلاثه، وده اربعه. الفور انرجي ليفل سيستم اللي هو زي الهيليوم نيون ده ما بيتدمرش البوبوليشن انفيرشن ده ويرجع يتبني تاني، لا ده هو بيطلع طول الوقت. فعشان كده بسميها كونتينوس ويف ليزر او سي دبليو ليزر. سي دبليو ليزر جاي من كونتينوس ويف، يعني انا عندي هنا سي دبليو ليزر، يبقى ده غير البالسد اللي هو العكس بقى بتاع البالسد، ان هو بيحصل كونتينوس ويف ليزر، وده ايضا نوع من الليزرز مهم جدا في هذه الحاله. الانرجي ليفل دياجرام ده انا بطلب منك رسمه احيانا، او ان انا اسالك في الكونستيشن ده لو انا بعمل لك ام سي كيو، بقعد اسالك في الكومنتس على الدياجرام اللي قدامك ده. اوكي في الكربون دايوكسيد ليزر بقى، ده ليزر في غايه الاهميه لانها الوحيد اللي بتقدر تعمل بها يعني تشريح التيشو كده تقطع فيه بدون ما يعمل بليدنج. فطبعا ده موضوع في غايه الاهميه. غير كده بقى ان هو بيمتص كويس جدا بالهيدروكسيل ابيتايت، هنشوف دلوقتي. فعشان كده الكربون دايوكسيد ليزر ده ليزر رئيسيه في الشغل بتاعكم، ليزر رئيسيه، وهي تعتبر نوع من الجاس ليزر زي ما احنا شايفين.
فالكربون دايوكسيد ده لو بالظبط ده اللي هو الارنجمنت بتاعه جاي بالصوره دي. احنا عندنا الاتي، عندنا الجزء اللي هو الموشن بتاعت الكربون دايوكسيد، احنا شفنا في الاي ار في فايبريشنال موشن، فاذا كانوا الاثنين بيمشوا في اتجاهين يعني مع بعض سواء كده او كده هسميه سيمتريكال موشن او سيمتريكال فايبريشن، فايبريشن متماثل. ولو في ده للخارج وده للداخل خارج يعني الاثنين عكس بعض هما، يبقى ده اسيمتريك، نوع بسميه اسيمتريك موشن. وبعدين في عندنا في البيندنج بعد كده، بقى في البيندنج بعد كده الموجود. فده التايبز من الترانزيشنز اللي هي الموجوده، بحيث واحد منهم هيطلع لي 10.6 مايكرومتر، واحد يكون 6.9 مايكرومتر. مايكرومتر ده بقى في الاي ار، احنا بنتكلم على ده في الاي ار ريجن اي ار. ده اللي هو المهم جدا، اللي هو عن 10.6 مايكرومتر ده. طيب ده الموضوع المهم في ايه بقى؟ في ان الهيدروكس الابيتايت اللي احنا اتفقنا عليه او اللي في التيث انامل يعني بيمتص جيدا في المنطقه بتاعه الانفراريد، واحنا هنشوف الامتصاص بتاعه دلوقتي. طبعا دي انواع مختلفه وبعض التطبيقات هيا اهون من الايه من الليزرز. برضك هنا باختصار كده ده التيف اللي انت بتاعتك يعني الشغل بتاعك، وده الكونستيتونز بتاعتها. لو بنتكلم على الانامل اللي هو المينا بتاع الاسنان، ده المينرال اللي هو هيدروكسيل الابوتاي، المينرال ده اللي هو الهيدروكسيل الابوتاي، طبعا ده المكون الرئيسي بتاعه اللي انا قلت لك حاجه 90%. وبعدين في بعض الاورجانيك ماتيريال بسيطه، محتوى بسيط جدا، وفي الووتر موجود فيه. طيب الدنتين بقى، لا هنا هتلاقي فيه النسب بقى اختلفت هيا. وبعدين السمنتم اول، والبون، والسوفت تيشو بقى شوف عندك ايه، مليان كله الووتر اساسا يعني. وبعدين في الاورجانيك سابستنس هيا، وفي المينرال سابستنسز موجوده كده، لان بناء على كده احنا بنختار الابلكيشن بتاع الليزر، وانت هيكون في عندك شغل كتير جدا او كورس كامل اكيد في الليزر بتاع دو. بس انا اللي انا اعتنيت بيه النهارده اللي هو البيزك ساينس، اللي هو الجزء اللي هو التعريف بانواع الليزر نفسها والميكانيزم نفسه بتاع الاكشن بتاع كل واحد ماشي ازاي، لان الراجل اللي هيدرس لك بعد كده، الاستاذ يعني اللي هيدرس لك بعد كده مش هيقعد هيدي لك تطبيقات، انما مش هيقعد يكلمك في اللي هو الايه الاشياء اللي هي بتاعت البيزك ساينس دي. بالمناسبه هنا الابزوربشن بتاع الهيدروكسيل ابيتايت اهو ده الامتصاص بتاعه، شوف في بيك عند كام اهو اللي هو دي، فالبيك اللي هو 10.6 ما كده ماتشد مع ايه؟ مع الكربون دايوكسيد. فعشان كده دي هتكون مهمه جدا في التطبيقات المختلفة، اللي هو لو انت عاوز بقى تعمل مثلا ابيليشن او دريلينج او واتيفر. ده بالظبط اللي هو الابزوربشن سبيكترم، وانا ناقشت معاكم في الترم اللي فات اللي هو الدنتال انيمال. دنتال انيمال قلنا ان هو دايمر من الهيدروكسيل ابيتايت دايمر، فعشان كده عندك سي اي 10، وبعدين البي او 4 بتبقى بدل 3 يبقى 6، بس هاخد منهم جزء اعملهم كربونيت بسموها كربونيتد كربونيتد هيدروكسيل ابيتايت. وبعدين عندك الاو اتش بدل ما كانت واحد بقت اتنين شرا، وفي الووتر بتاع السيستم ده فيها ووتر اوف كريستاليزيشن يعني موجود ليه. بس الحاجه المهمه هنا بقى اللي هو الفوسفيت جروب اللي موجود عندك، ها شوف بتمتص كويس جدا في الاي ار، ده الابزوربشن سبيكترم بتاعه، فبيمتص جيدا في الاي ار، وده سبب ان الاي ار بتبقى فلارشنج في هذا الموضوع. طبعا ده الابزوربشن بتاع الهيموجلوبين بقى والكلام ده كله، عشان لو انت عاوز تكون السيتوانس ثانيه هتلاقي فيها طيب انذر تايبز من الليزر تبقى اكتنج في الايه في الريجن اللي موجود عندنا دي. طيب الكربون دايوكسيد ليزر اتفقنا انها تكون مهمه جدا، وفي حاجه ثانيه كمان مهمه احنا خدنا في الفوتو دايناميك ثيرابي في الترم اللي فات. في بعض الدايز عندك بتعمل
سنسيتايزيشن لسنجل اوكسجين، فبتعمل ديس انفكشن. يبقى في هنا بيسموها فوتو اكتيفيتد باي ديس انفكشن يوزنج ليزر راديشن. فدي بتعمل لو في عندك كافيتي او عندك حاجات من اللي صعب الوصول لها، ده من ضمن الحاجات اللي هي ايه بتعمل ديس انفكشن. ده بعض اللي هو التولونيوم، اللي هو التولونيوم كلورايد، ايضا برضك من ضمن الدايز المستخدمه في هذا الموضوع. ودي دايز بيعمل لها ايه، بيستخدم في ديس انفكشن في هذه الحاله. طيب ان جنرال بقى، احنا خدنا الديفرنت ريجنز من الالكترومغنتيك سبيكتروم، مش كده؟ كل واحده من دول فيها حاجات بتندرس. فعند الجاما ريز مثلا هتعمل كانسر تريتمنت، النيوترون اكتيفيشن اناليسيس، الاسترلايزيشن تعقيم. يعني انت حتى الادوات بتاعتكم دي اللي بسبب ذعر للناس كلها، ده طبعا الجاما ريز بتعقمها كويس جدا. الاكس راي، فعندك اكس راي راديوجرافي اللي هو الاكس راي راديوجرافي، والسي تي سكان لو واحد بيقول لك اعمل سي تي ده بيستخدم اكس راي، مش كده؟ وفي الكيميكال اناليسيس ايضا الالويز والكلام ده شفناه. وعندك شفت انت بقى الجزء بتاع الاكس راي اللي هو الاكس راي ايميشن والاكس راي فلوريسنس اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، فده يعتبر نوع من الاناليسيس كده. في اليو في عندك الكيميكال اناليسيس التحاليل الكيميائيه، ليزر في التيشو لو انا بتكلم على تيشو ستيموليشن، لو انت عاوز ده في الفيزيبل. انما عندي في الالترا فايولوت الكيميكال اناليسيس والتيشو ديس انفكشن اللي هو تطهير بقى بتاع التيشوز. لاحظ دي الانرجي بتاعتها طبعا يو في اكتر من الايه، من الفيزوال. ودايما احنا هنكتب هنا يو في اي، عاده اليو في اي هي المستخدمه زي ما انا اتفقت معاك ان اليو في اي هي اللي كلينيكال ابلكيشنز المستخدمه في المستشفيات وفي الايه في اللابز يعني. طبعا هنا واضح الانرجي انها اقل، فالانرجي اقل دي بتعمل ستيموليشن تيشو ستيموليشن. لو انت عاوز تنمي تيشو معين تستعمل الفيزيبل اللي هو اقل طاقه من الالترا فايل. الاي ار بقى ده موضوع مهم جدا، الفانكشنال جروب اناليسيس، تعرف الفانكشنال جروب موجوده في الجزئيه شفناها. والتيث دريلنج، خلي بالك دريلنج ده على اساس ايه، اللي هو بتمتص كويس قوي اللي هو الابيتايت الهيدروكسيل ابيتايت دريفيتيف اللي عندك ده، هو بيمتص كويس قوي، فعشان كده الدريلنج بروسيس بتمشي هنا. والكارز ايفابوريشن لو انت في كارز وعاوز تبخره بدون ما تعمل بتاع المنشار بتاعك ده ولا الشنيور اللي بيزعج الناس ده، ده طبعا دي بقى حاجه فيري كالم كده وحاجه جميله جدا وتبقى مفيده جدا. عندي بقى المايكرويف فيه تكنيك مهم جدا اللي هو الالكترون سبين ريزونانس اللي هو فيه راديكالز يعني وتقدر تعملها. الراديو ويف فيها الان ام ار والام ار اي والدياجنوزي. بالمناسبه الام ار اي كتكنيك يعني في النجاح بتاعه يقارن تقريبا بالسي تي سكان، بس السي تي سكان ده بيستعمل اكس راي، انما ده بيستعمل ايه راديو ويف، فعشان كده الفوتون انرجي هنا منخفضه جدا. فعشان كده انت ممكن تقول للبيشنت بتاعك يعمل ام ار اي دي كذا مره يمكن في الاسبوع او في اليوم حتى، انما هنا لا، هنا فينا في ريستريكشنز. يعني ريستريكشنز ليه؟ لان ده هاي انرجي، والهاي انرجي ده بتعمل فعلا تاذي التيشوز المختلفه اللي موجوده. كل دي بعض التطبيقات هتكون انتوا يعني اوير بها برضك تشوفوها يعني. وطبعا الادفانتج بتاع الدنتال ليزرز بتعمل اللي انت عاوزه كله بطريقه يعني شيقه كده وايه وغير مؤذيه. كل ده موجود اهون. والكاريز ديتكشن طبعا اتكلمنا فيها واحنا بنتكلم على الفلوريسنس في الترم اللي فات لما جينا نتكلم على اللي هو الفلوريسنس تكنيك، وشفنا هنا اللي هو السبوتس دي اللي هو كارز اهي، وعشان تشوف الايرلي ديتكشن اللي موجود عندنا. برضك في حين ان انت لو انت خدت يو في ريجن ليزر او ريد ليزر نوع من الليزر، هتلاقي الكارز هو اللي عمال يطلع ايميشن اللي هو الريد لايت ده، والهيلث تيس مفيش زي ما انت شايف كده. فاذا المناطق دي كلها دي كل دي دي عباره عن كارز اهي، وبرضك ده بيفيد في الايرلي ديتكشن باستخدام الايه اطوال موجيه من الليزر في ايزر في اليو في او كده. في تطبيقات ثانيه بقى في الموضوع بتاع الليزر من ضمن التطبيقات المهمه اللي هو سيلكتيف بوند بريكنج. يعني انت لو عندك سورس عادي من اللايت بيكون في رينج من الاطوال الموجيه كبير جدا، فبناء عليه ما اقدرش انا ايه ما اقدرش
ما اقدرش انا ايه اجيب رابطه معينه واقدر ايه اكسرها يعني. فهو واخد على سبيل المثال مثلا ده البنزين اهو كلها فيها سي اتش، وعاوز افعله مع البي سي ال 3. لو احنا عايزين نعمل التفاعل ده عن طريق الحراره، بنسخن عن 600 درجه مئويه وكاتاليست وشغلانه جامده جدا. انما لو انا خدت اي ار ليزر سيلكتفلي بتكسر السي اتش بوم اللي هي في البنزين، وقوم جاي المركب ده ضايف عليها اتروم تمبرشر، يعني الرياكشن ده يتم اتروم تمبرشر، يعني هو بالظبط كده عاوز اضيف البي سي ال 2 ويطلع عندي اتش سي ال اللي هو قدامك ده اللي ترتبط بالرينج دي. انا جايب لك المثال ده ليه بقى؟ لان ده ممكن ينطبق على الانتي بايوتكس، لان الانتي بايوتكس لو انا بحضر منها مركب معين والتسخين هيعمل لها سبويلنج، هيبوظ الانتي بايوتك ده. فعشان كده الليزرز ممكن تعمل تفاعلات عند الروم تمبرشر باستخدام اللي هي الفايبريشنال موشن اللي احنا بنتكلم عليها ده. هو بالظبط الرياكشن اللي فوق ده لو انت عرضته للكربون دايوكسيد ليزر اللي هو عند 10.6 مايكرومتر كربون دايوكسيد ليزر، بيدي لك الناتج بتاعك ده ات روم تمبرشر، وده مهم عشان المجال بتاع الفارماسيوتيكالز والجماعه الايه الحاجات دي. يبقى ده تطبيق اهو على كده. برضك حاجه ثانيه، لو انا بتكلم على تيرشر بيوتايل بيروكسيد هيدروبيروكسيد اللي هو بالظبط كده ده او او بوند، لو انا بسخن المركب ده هيطلع سي او 2 سي او 2 ويديني رياكشن معين. انما الليزر بقى ممكن تكسر الاو او بوند دي سيلكتفلي، بقول لك سيلكتفلي بالظبط هاجي على دي واكسر الرابطه دي. برضه هنا نفس الحكايه، لو انا عندي قلت انا سي اف سي ال سي وسي اتش 2، يبقى انا عندي هنا الكربون مرتبط بي سي ال سي ال او اف فلورين، اوكي يبقى ده رابطتين اتنين اهم. وبعدين طبعا في عندي هنا دبل بوند وعندي هنا سي اتش 2، ده بالظبط كده. طيب الليزر عندها القدره انها تفرق بين الرابطتين دول وبعضهم، يعني التراديشنال سورسز مش يقدر ابدا يفرق بين الطاقه بتاعت السي سي ال او السي اف. فهو بيعمل سيلكتيف بوند رابشر، يعني يا اما يكسر الرابطه دي اوكي ويدي لك الناتج ده اللي هو الاتش سي ال زائد البرودكت اللي هو الفلورو برودكت، يا اما يكسر البوند اللي هي مثلا دي اللي هي دي سيلكتيف لبرتك ويحصل على الناتج اللي قدامك ده. فبيسموها سيلكتيف بوند رابشر، ده متاح فقط في الليزر، يعني ما اقدرش انا استخدم لايت سورس عادي، لان اللايت سورس العادي بيكون فيه اطوال مويه كتيره جدا مغطيه حاجات كتيره قوي. بعد كده في الليزر كابشر مايكرو ديسكشن، ده مبني على الباراليليزم الخاصيه بتاعت التوازي اللي احنا قلنا عليها. هو بالظبط هجيب اي ار ليزر انفراريد ليزر اي ار ليزر، وحاطط هنا تيشو اللي هو عاوز يقطع منه سيل، مش هجيب بقى مقص ويقطع السيل دي، يعني هنقول بقى مثلا في عاوز يو نيد اونلي وان سيل من الكلام ده عشان الكلوننج او عشان وات ايفر يعني. فبناء عليه يجي هو بيعمل ايه بقى؟ بيقوم حاطط ده على فيلم اهون اللي هو نوع من البوليمر اللي هو ثيرمو بلاستيك، يعني ان هو عندك حاجه تسخنه حتى بينصهر مع الحراره بتاعت اللي هي الاي ار دي. فانت حاطط فوق التيشو، فالمنطقه اللي هي سقط عليها الاي ار دي فوق التيشو هتنصهر وتعمل ستيكنج بالسيل اللي عندك دي، يو كان ريموف البقيه وتحتفظ بيه وان سيل فقط من هذا الموضوع. التكنيك ده بسميه ليزر كابشر مايكرو ديسكشن، ليزر كابشر مايكرو ديسكشن او ال سي ام. ده هاو تو يعني ايزوليت وان سيل من تيشو باستخدام الليزر. وانت ممكن تعمل الويتس ده، لان طبعا ده بره اللي بعده فبيظهر على سبوت صغيره جدا هنا، وانت ممكن تظبطه بحيث ان انت تحصل على ايه على الاريا اللي انت عاوز تعمل فيها ايه ديسكشن مايكرو ديسكشن اللي قدامك ده. برضك الليزر ويلدنج اوف ديتاتشد اي ريتنا، الاي ريتنا يعني احيانا يكون عندك ده البول الاي بول اهي، ده الاي بول عندك اللي هو بتاع العين اللايننج نفسه بتاع الاي بول، وفي عندنا الاي ريتنا اللي هي موجوده اللي هي بالصوره دي، ده الاي بول الاول، وفي الاي ريتنا موجوده فوق
انا نقول مثلا الاي ريتنا جايه بالصوره دي، فاحيانا الاي ريتنا دي يكون يحصل لها ديتاتشمنت، يبدا تنفصل في منطقه بسبب اكسيدنت او ديزيز او وات ايفر يعني. طبعا ده هيبدا بقى يسرح بقيه العين، ده حاجه مؤذيه جدا. فبيعملوا ايه بالظبط بقى؟ بيجوا بالظبط كده زي ما نكون بنعمل لحام، يعني بيعمل ويلدنج، حسب ما يسموها ويلدنج لحامه. فالويلدنج ده بيجي هنا اقوم جاي حاطط ليزر بيم، بس عشان هو كوليميتد بيكون في الرينج بتاع ال 10 تو ذا ماينس 3 ملي متر، يعني بيكون في الميكروميتر رينج. فالمنطقه دي مش هتشوف خلاص، بس هي رفيعه جدا جدا، ويقدر يثبت دول زي ما يكون واحد بيعمل مسامير كده في الايه، في المنطقه دي انه يعملها فيكسيشن. طبعا قبل كده كان الموضوع ده بياخد يعني ميجر اوبريشن عشان يتم، فده مستفيد من الباراليزم بتاع الايه، بتاع الليزر في هذا الموضوع. يبقى ان اللي هو ليزر ويلدنج اوف ديتاتشد اي ريتن اللي هو الموجود قدامنا ده. في ليزر ليثوتروبسي اوف كالكولاي اللي هو الحصوات، تفتيت الحصوات اللي احنا نعرفه جدا ده. فتفتيت الحصوات ده باختصار كده هو الحاجه المستخدمه فيه بيدي نبضه منها قويه جدا، اللي هو الهولميوم ياج ليزر. هولميوم ياج ليزر، الهولميوم ياج ليزر دي بتعطي ويف لينث 2.1 مايكرومتر، ولاحظ ان دي عشان المونوكروماتيست برضه، فدي ماتشد مع الووتر ابزوربشن اللي هو 2.3 مايكرومتر. الووتر بيمتص كويس قوي عندي 2.3 مايكرومتر. فالووتر الكونتنت اللي موجود في الستون اللي عندك ده اللي هو كالكولاي، اللي هو مفردها كالكولاس اللي هو حصوه يعني. فالمهم ده اللي يحصل ابزوربشن للووتر اللي داخل الحصوه الموجوده دي، فيحصل له يبقى هتحول ستيم، بدل ما كان هو ليكويد تحول لستيم. طبعا الستيم ده فيري لارج سايز، فبتعمل تفتيت الحصوات، وده التكنيك اللي هو المستخدم في هذا الموضوع. يبقى هو بيزد اون ليزر مونوكروماتيست، ده بيزد اون مور، لان الابزور الفوتون ده ماتشد مع الابزوربشن بتاع الووتر في هذه الحاله اللي موجود عندنا. اوكي، فاحنا عندنا برضك كده من ضمن التطبيقات بقى التانية هي كل ده كده. ده كويس، ده الجزء تقريبا بتاع الليزر اللي احنا ايه هنتكلم فيه او اتكلمنا فيه دلوقتي. ممكن انت بقى طيب في بعد كده لقاء تاني دلوقتي، احنا هناخد ده عشان الاسبوع الجاي انا عندي موضوع كده مش هكون موجود، فهناخد النهارده يعني اكتر من الساعه شويه. فهناخد الموضوع التاني دلوقتي، هناخده اللي هو هنقول ابدا. طب حد ليه اسئله شباب في الحاجه اللي فاتت دي؟ اوكي طيب طب اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي اللي هو الدينتا الاكريليت ريزنز. طبعا دكتور فيها بيدوك البوليمرز، اوكي جميل جدا جدا. بس احنا هنشوف بقى دلوقتي اللي هو الفيزيكال كيمستري، الكيمياء الفيزيائيه بتاع الموضوع ده. وده اللي هو الايه، انت عندك الدينتال بيز اهي، ده الموضوع ده بعالجها. و هنشوف بالظبط الفيزيكال كيمستري بتاع الموضوع ده، تكون انت اوير بيها، لانه ده اللي موجود عندك في، شوف عندك في الدور الكام اللي هو الناس اللي عماله تشتغل في الحاجات دي في الكليه عندك. هتلاقي ده من ضمن الحاجات التطبيقات اللي هي المهمه جدا. طبعا دكتور رفاعي ده لكم البوليمرايزيشن ستيبس والكلام ده كله. احنا بالظبط الماده اللي احنا هنشتغل عليها اللي انت فعلا هتشتغل على الحاجات دي درايفد اساسا من الاكريليك اسيد، ده الميث اكريليك اسيد. ميث اكريليك فيه مصايل جروب بدل الاتش اللي موجوده هنا دي، ده هنا اتش اهي، بدلها جايب مثال جروب، فده الميثاكريليك اسيد. وبعدين هناخد الاستر بتاعه اللي هو الميثايل استر، يبقى الميثايل ميثاكريليت ده مونومر، وده البوليمر اللي هو ايه عندنا. اوكي، فاحنا بقى المحاضره بتاعت الجزء ده بالذات
الهدف منها اللي هو الريال ابلكيشن في الكلينكس اللي عندك، يعني عندك انت المعمل بتاعك والشغل بتاعك ده، عاوز تشوف بالظبط الريال سامبلز المستخدمه بالفعل حاليا يعني، وتشوف الرول بتاع كل واحد فيهم ايه بقى، عشان هو واذا كان في تفسير للحاجات دي نشوف ايه التفسير بتاعه. فاول خطوه زي ما احنا عارفين كويس قوي ان في اللي هو الانيشيشن ستيب. فالانيشيشن ستيب ده بالظبط كده جاب الماده المستخدمه عندكم اللي هو دايبنزويل بيروكسيد، وانت اخدت دكتور فيها مدي لك مور ذان وان تايب اوف انيشيتورز، فده وان انيشيتور مستخدم عندك دايبنزويل بيروكسيد، ده طبعا بيدي لك هنا الراديكال اللي انت شايفه قدامك ده، لان هو بيعمل كسر دي اللي هو الرابطه دي اللي هو الاو او بوند، كل واحد بياخد الالكترون بتاعه فيدي لك اللي هو اتنين ايه بنزويل راديكالز اللي احنا شايفينهم قدام دول. طب عشان يتم الكسر ده ممكن يتم عن طريق لايت، ممكن يتم عن طريق هيتنج، ممكن يتم عن طريق كيميكال سبستنس. فما فيش واحد بقى يروح يعمل طقم اسنان لواحد ويروح يحطه في فرن يعني، او يعرضه للضوء. فعشان كده احنا بنستخدم انذر كيميكال ماتيريال اللي هو المستخدمه دي اللي هو ال ان ان داش دايميثايل باراتولودين اللي قدامك اهو. دايميثايل باراتولودين ده عباره عن ان اتش 2 وقبلها سي اتش 3 مع البنزين رينج اللي قدامك دي، وان ان دايميثايل اللي قدامك دي. المركب ده بقى بيعمل ايه؟ انت اخدت كويس قوي ان هنا في عشان الاكسجين از مور الكترون نيجاتيف ذان كربون، فده هيكون عندي هنا دلتا بلس على الكربون دي، ودلتا ماينس على الاكسجين اللي هو عشان البولاريتي اللي موجوده في البوند، ودي نفس الحكايه هنا. فبالظبط اللي هو اللون بير ده هيجي يقوم جاي عامل اتاك على الجزء ده. فمع نظر مولكول هنا بيعمل كراودنس ويقوم جاي كسر الايه المولكول ده. فعشان كده ده هسمي المركب ده اكتيفيتور، اكتيفيتور اللي هو هيبدا يكسر لي يكسر لي الايه اللي هو الانيشيتور ده. اوكي يبقى انا عندي دلوقتي يعني ان توتال عندي بقى دلوقتي ثلاثه كومباوندز مهمين، اهو اللي هو المونومر اللي هو الميثايل ميثاكليت مونومر، دايبنزويل بيروكسيد انيشيتور، والاكتيفيتور اللي هو الايه الان ان داش دايميثايل باراتولودين، وده موجود عندك فعلا في الكلينكس اللي عندك. طبعا اللي هو الراديكال ده هيعمل اتاك على المولكول ده فروم وان سايد ويبدا التشين جروس اهو، وهنا الراديكال ده والاد في البروباجيشن ستيب بقى اللي الدكتور رفاعي بيديها لك. وبعدين دلوقتي ممكن نحصل على فعلا تشينز جميله جدا، تشينز بقى من الايه من البوليمر اللي هو البولي ميثايل ميثاكليت، والتشينز دي ممتاز، بس احنا عاوزين نخليها ايفن هاردر يعني، عاوزين نخليها يعني اكثر صلابه. فنعمل ايه بقى؟ عاوزين نربط الشينز دي ببعضها، يعني نعمل كروس لينكينج، عاوزين نربط الشينز دي ببعضها بالصوره دي دي كده، وفي ارتباط تبادلي بقى عشان كده بنسميها كروس لينكينج اللي هو ارتباط تبادلي، عند حاجه زي كده، وبعدين يرجع تاني تبادلي بهذه الصوره واربط الشينز دي ببعضها، فاحصل على ماده طبعا هارد، يعني ماده يعتبر كويسه جدا اللي هو الماده اللي قدامي دي كلها ماده تبقى هارد في الحاله دي. فالكروس لينكينج ايجنت اللي هو الماده اللي هتعمل كروس لينكينج دي هي الماده دي، الماده دي عباره عن بنلاقي انها شكلها كبير وكده، انما هي ماده سهله جدا. اولا في عندي ايثيلين جلايكول، في عندي هنا ايثيلين جلايكول اهو اللي هو سي اتش 2 او اتش سي اتش 2 او اتش، وهفعله مع اثنين اكريليك اسيد عشان احصل على الاستر بتاعهم، فعشان كده بسميها ايثيلين جلايكول داي ميث اكريليك اسيد او داي ميثاكريليت بقى في الحاله دي، ايثيلين جلايكول داي ميثاكريليت. طيب ده هيبقى موجود في الميديم، فبناء عليه ده ممكن نضيف للتشين، وده كذلك ممكن نضيف للتشين فلما يضيف للتشينز بقى الموجود عندي دي هيبدا في الحاله دي ايه يربط بقى التشينز، الجزء اللي في الوسط ده كله هيبدا يربط الايه التشينز دي ببعضها، اللي احنا هنسميها الموضوع بتاع كروس لينكينج بقى، يبقى بين التشينز دي ببعضها هو بالظبط الجزء اللي هو الولد. فيبقى انت حصلت على ايفن هاردر ماتيريال، ماده اقوى واصلب يعني، بس برضك في جزء هنا مهم قوي خطير يعني، ان الماده دي بريتل، بريتل على قابل للكسر، يعني لو طقم السنان ده وقع من الراجل هينكسر. واحنا ما نستغربش حاجه زي كده، لان الكاست اير اللي هو الحديد الزهر ده
ده مادة اير، بس لو وقع فجأة على على بلاط ولا حاجة ممكن يتكسر، فبسمها بريتل ماتيريال طبعا. فالمادة دي بريتل، فعشان كده نحط هنا بلاستيسايزر، نوع من المواد البلاستيسايزر، والبلاستيسايزر عادة المستخدم اللي هو البيوت ضيين في هذه الحالة. طيب دلوقتي انت خدت بقى في الـ في البوليمرايزيشن دي، هيكون في ترانسفورميشن من اللي هو الباي اوربيتال، باي اوربيتال الى سيجما اوربيتال. سيجما اوربيتال احنا اتفقنا ان هو اقل في الانرجي من الباي اوربيتال، فاذا البروسيس ده هيكون اكسوثيرميك، التحول من هنا لهنا من هنا لهنا هيكون اكسوثيرميك، من ده من ده تحول، ده بتحول ايه اكسوثيرميك بروسيس. فاكسوثيرميك بروسيس هيعمل اكسبيلنج للجاسز اللي موجوده في الميديم اللي عندك ده، ولما يطلع الجاسز هيبقى فيه بابلز موجوده، الطقم اللي انت شفته فوق الجميل ده هيبقى فيه فقاعات عشان الجاز تراب انت. فانا عايزين نحط ماده تعمل نوع من الانهبيشن، البوليمرايزيشن بروسيس دي تبطئها، فبنحط انهبيتورز، والانهبيتور اللي عندك فيه الكينون ده من ضمن المركبات المهمه جدا اللي انت بتستخدمها فعلا ك انهبيتور. الانهبيتور ده بالظبط يبقى انا هقول ان التشين دي ها فيها 1 الكترون اللي هو بتنمو، يعني هتضيف فروم 1 سايد للكينون فتدي السبيشيز ده. فالمهم ده السبيشيز بالظبط اللي بيطلع، فهو اضاف لي الكينون فروم 1 سايد، وفي 1 هنا 1 الكترون خلي بالك. فال1 الكترون ده يكون فيه ريزونانس بقى، يعني بحيث ان دي يعني ممكن تيجي هنا كده ويبقى فيه عندي 1 الكترون موجود هنا اللي هو ده، او الرابطه اللي تحت هي اللي تنكسر ويبقى فيه 1 الكترون موجود هنا. وبعدين ممكن الاكسجين ده الرابطه دي تنكسر، يبقى فيه 1 الكترون على الاكسجين، 1 الكترون يبقى داخل الرينج، فيبقى عندي فينايل. فدول اللي هم ريزونيتنج ستراكشرز الموجودين بتاع كده. طبعا لما بيكون في ريزونيتنج ستراكشرز بيكون في الكترون ديستريبيوشن، وبناء عليه الالكترون ما بيبقاش لوكالايز على منطقه معينه زي ما كان هنا، هو هنا كان الالكترون لوكالايز على الار، وبناء عليه عمال يعمل بروباجيشن. هنا في الحاله دي بنعمل انهبيشن، وده الميكانيزم فعلا بتاع الايه الانهبيشن في هذه الحاله. طيب الكينون برضك ليه دور تاني مهم جدا، وهو ان المثال مسك ريد دي ساعات انت هتعمل لها اوردر عشان تجي لك، على ما تيجي تبص لها بقت سوليد. ليه بقى؟ مع اللايت يدي لك ايه بوليمرايزيشن، يعني المثال مسك ريد اهي تدي بوليمر عن طريق الفوتو اكسيتيشن، يعني بالستري لايت اللي هو الضوء اللي هو المشتت يعني. فالكينون ليه دور رئيسي جدا ان هو بيعمل زي ما احنا خدنا الانرجي ترانسفير اللي كان بيحصل اللي مع التريبلت اوكسجين. فهنا بالظبط الكينون هو بياخد الطاقه، اوكي، وطبعا هو ما بياخد الانرجي في الحاله دي يعني بيحمل ايه الميثايل ميثاكليت، فهو ليه دور ايضا مهم جدا في الاستابيلايزيشن بتاع الايه الميثايل ميثاكليت في الترانسبورتنج بتاعها والكلام ده كله. طيب لو احنا بقى جينا نشوف اللي هو الجزء اللي هو اللي طالع عندنا ده، هلاقي برضك لازال في مشكله. المشكله عباره عن الشرينكج بقى. الشرينكج ليه؟ انت المواد دي اغلبها ليكويدز موجوده قدامك دي، فلما تحول ل بوليمر سوليد بوليمر بيحصل شرينكج باراوند 20%، يعني في عندك 20% شرينكج اللي هو انكماش للماده اللي عندك. فطبعا مش مواد هتعمل طقم مولد، ده هو انه بتحط فيه طقم اسنان لواحد وبعدين تديه له انكمش 20%، فيبدا يعمل الموضوع ده. يبقى هيبدا ياخد بوليمر بيدز او بيبات بتاع البوليمر، يبقى ده البولي مثال مسك ليت نفسها، وينمي عليها البوليمر اللي هو هيشتغل عليه. فاللي هو لو بدا ببيدز من دي حبيبات يعني، يبقى ده البولي ميثايل ميثاكليت. فهو لو بدأ بالجزء اللي هو البولي ميثايل ميثاكليت، فالبيز دي مش هتنكمش عن كده، وبعدين ينمي بقى حواليها الجزء بتاع الايه الجزء بتاع اللي هو البوليمر اللي هيربط الكلام ده كله ببعضه فيما بعد، كل ده هيربط بقى عن طريق البوليمر اللي بنتكلم عليه. فعشان كده هتلاقي عندك بقى في الشغل بتاعك الموجود في المعمل عندك، هتلاقي عندك بيعمل هو بقى دو عجينة، يعني دو العجينة دي
العجينه دي عباره عن ان هو اكون عنده ليكويد فورم وسوليد فورم، باودر فورم يعني. الباودر فورم بقى هكون فيها الاتي: فيها البوليمر بيز اللي احنا اتفقنا عليها دلوقتي، فيها الانيشيتور، الانيشيتور مش هيعمل حاجه مع البوليمر يعني، ده سيف انه يكون مع البوليمر يعني، البوليمر خلاص اوريدي بوليمرايز. وبحط عليه بعض البيجمنت زي ما انت شايف. وبعدين ليكويد فورم بقى فيها المونومر اللي هو المثال المسك اللي ده مونومر بيكون ليكويد، وفي الكروس لينكينج ايرجنت ده قريبه اللي هو يعني فيه اللي هو الايثيلين جلايكول داي ميثك ريليت. وبعدين عندي الانهيبيتور حاطه عشان يحمي المونومر زي الكينون مثلا. وبعدين في الاكتيفيتور، الاكتيفيتور مش هيعمل حاجه مع دول خالص. فاما بيعمل دول بقى مخلطهم، اول حاجه طبعا واضح ان الاكتيفيتور ده اول حاجه يعملها هم يروح يهاجم الايه، هيروح يهاجم الانيشيتور لو انت خلطت الاثنين دول مع بعض. ففعلا اول ما يبدا كده يبقى ده بدايه التفاعل. وطبعا الكينون بقى يعمل انهيبيشن للتفاعل، ما بيخلوش يتم فاست يعني، مش هيبقى فيه هيت في هذا الموضوع. وبناء عليه بيبقى فيه حمايه للايه، للمونومر. وده تقريبا الستوري بتاع هذا الموضوع. طب لو انا جبت لك مثلا سؤال زي ده، سؤال هو الاكريليت ريزن وجيفن نمبرز دي، في عند الانهيبيتور بلاستيسايزر بولي مثال مثل ليك بيدز انيشيتور كروس لينكينج ايجنت المونومر اكتيفيتور، دي لها ارقامها. الباودر فورم بقى بتحتوي على ايه دول؟ الباودر فورم، فالباودر فورم واضح ان هي هتحتوي على البولي مثال بيسكريليت اللي هو ثلاثة. يبقى هو اعتقد بانه هيبقى ثلاثة اللي هو البوليمر ده الباودر. وبعدين الانيشيتور معاه ما بيأذيش حد خالص، الانيشيتور اللي موجود عندنا ده. دول تقريبا اللي هو الحاجات اللي هي الموجودة اللي هتبقى فيه اللي هي الباودر فورم. طب الليكويد بارت بقى فيه الباقي الحاجات المتبقية اللي هو بالظبط يكون واحد عندنا هنا، ده هيكون عندنا هنا واحد واثنين اوكي، وبرضه خمسة اللي هو يعتبر كروس لينك جيجت موجود معانا، وستة اللي هو المونومر بتاعك، وسبعة اللي هو الاكتيفيتور. كل دول ما بيؤذوش بعض. اوكي ميكنج دو اول رياكشن هيتم بين ايه وايه، بقى اتفقنا دلوقتي. فاول تفاعل نتوقع ان هو يتم بين الاكتيفيتور اللي هو رقم سبعة والانيشيتور، يبقى رقم أربعة وسبعة. رقم أربعة الميكنج دو يبقى أربعة وسبعة، دول هم دول أول حاجة بتتفاعل. وبعدين يبدأ بقى السلسلة بتاع التفاعلات كده: ذا مولكولز ذات بريفينتس شرينكج اللي بيمنع الشرينكج اللي هو البولي ميثايل ميثاكريليت اللي هو البوليمر اتسيلف، بوليمر بيدز يعني. ان اكزامبل اوف كومباوند 2، كومباوند 2 اللي هو البلاستيسايزر ده بالمناسبة بياخده بيوتاداين. بيوتاداين ده سي اتش 2 دبل بوند سي اتش سي اتش دبل بوند سي اتش 2، فبيضيف من التو اندز بتاعه وفليكسبل مرن، فبناء عليه بيدي الاستيستي للمركب اللي عندك ده بحيث ما يبقاش يبقى شوك ريزيستنت يعني، يقاوم الصدمات وما يبقاش بريتل. فعند بيوتادين ان اكزامبل اوف كومباوند 4 اللي هو الانيشيتور طبعا اللي هو الدايبنزويل بروكسايد، دايبنزويل بروكسايد اوكي. طب ان اكزامبل اوف كومباوند 6 اللي عندنا اللي هو المونومر طبعا اللي هو المثال ميثيك ريليت اتسيلف. وبعدين ان اكزامبل اوف كومباوند 7 اللي هو الاكتيفيتور، الاكتيفيتور كومباوند 7 يعني. فعندك الاكتيفيتور اللي هو هيكون الايثيلين اللي هو ان ان دايميثايل باراتولودين، ده الاكتيفيتور اللي عندي اللي هو كومباوند 7 الاكتيفيتور. اوكي ده تقريبا الحاجات اللي هو الايه المحاضره الثانيه. الاسبوع الجاي ان شاء الله انا اكون في ريست، اكون عندنا شغل في حاجه ثانيه. كل سنه وانتم طيبين.